بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني أقول لحضراتكم خبر حصري إنه تم توجيه الشكر للكابتن ضياء السيد وجهازه اللي هو كان المدير الفني لفريق سيراميك كليوباترا، وهيتم عودة أو تم خلاص عودة مرة أخرى الكابتن هيثم شعبان وجهازه اللي كان المدير الفني الأسبق لفريق سيراميك كليوباترا واللي ابتدى معاه الموسم في أو ابتدى معاه الدوري في الموسم الحالي. الحقيقة أنه كابتن هيثم شعبان مدير فني قدير ومحترم، وإحنا قلنا الكلام ده لما كان هو موجود وبعد ما هو مشي، لأنه كابتن هيثم شعبان عمل شكل وعمل أداء وعمل لون مختلف لسيراميك كليوباترا. أيضا الكابتن ضياء السيد مدير كبير ومحترم وقدير وليه نجاحات كبيرة جدا واسم كبير وشخصية في منتهى الاحترام والتقدير، حاول مع سيراميك كليوباترا، قدم نجاحات مع سيراميك كليوباترا، كسب بيراميدز مع سيراميك كليوباترا، عمل مشوار جيد مع سيراميك كليوباترا. والتغيير ده لا يقلل ابدا، لا التغيير الاولاني كان يقلل من الكابتن هيثم شعبان ولا التغيير الثاني يقلل من الكابتن ضياء السيد. فخبر حصري لحضراتكم، عودة الكابتن هيثم شعبان وجهازه مرة تانية على سدة القيادة الفنية لفريق سيراميك كليوباترا، وتوجيه الشكر للكابتن ضياء السيد وجهازه، وكل التوفيق ان شاء الله للكابتن هيثم شعبان مع فريق سيراميك كليوباترا، وكل التوفيق ان شاء الله للكابتن ضياء السيد في مهمته القادمه ايا كانت وجهته هتبقى عامله ازاي، كل التوفيق ليه بمشيئه الله خلال الفتره القادمه.